ولكن النهارده كمان في موضوع مهم جدا، القائمه المبدئيه النادي الاهلي اللي بعتها وخرج منها ثلاث اسماء، صالح جمعه، اليوباتجي، احمد الشيخ. وهرجع للقائمه تاني وهتكلم فيها مع حضراتكم بالتفصيل، بس نطمن على تمرينه فرقتنا النهارده. التمرينه تقريبا يمكن خلصت حوالي ساعه ونص، ساعه كده. خلينا نروح فعلا لمراسلنا فاروق صلاح، كان طبعا في التمرين النهارده. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور عليك يا ساره، مساء النور عليك يا احمد، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده طبعا يا فاروق كان التدريب الاخير قبل ما اللعيبه تدخل معسكر مغلق عشان مباراه الاتحاد بكره، عايزاك تطمني برضو عن التمرين وعلى اللعيبه اللي جت ايجابيه مسحتها بفيروس كورونا. يعني خليني في البدايه ساره طبعا اخد من كلامك ومن كلام احمد، التمرين الاهلي اليوم في وسط حاله وارتفاع الروح المعنويه عند لاعبي النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي منتشيا بالانتصار بالبطوله الافريقيه ودوري ابطال افريقيا، لكن سريعا في النادي الاهلي بنقفل صفحه وبنفتح صفحه جديده. النهارده كان موجود يعني عنوان المران كان موجود من بدايته الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي اصر ان هو يكون متواجد النهارده في المران ويجتمع مع لاعبي النادي الاهلي. اتكلم وادى رسائل كتير جدا للاعبين، وقال للاعبين يعني جمله مهمه جدا يعني نحطها قدام عينينا دايما، ان احنا قدرنا في النادي الاهلي ان الانجاز والفرحه ما بياخدوش مننا وقت طويل، عشان احنا دايما بنبص لبكره، وبكره بتاعنا ده بيبقى حياه جديده وبطوله جديده. شكر اللاعبين طبعا على مشوارهم في البطوله، وحيى اللاعبين واشاد اللاعبين، ولكن طالب اللاعبين وحث اللاعبين على ضروره الاهتمام ويعني عدم الاستهانه بمباراه الدور نصف النهائي في كاس مصر، واحده من البطولات المهمه جدا لفريق النادي الاهلي هذا الموسم. اجتمع مع مستر بيتسو موسيماني لدقائق، اتكلم مع مستر بيتسو موسيماني في حضور دكتور عمرو محب، ثم انطلق المران. نتكلم ونطمنك، كان بالامس النادي الاهلي كان اجرى المسحه للاعبين بالامس، يعني ثبت سلبيه المسحه. النهارده مستر بيتسو موسيماني اعلن قائمه بتضم 22 لاعب، وايضا يعني طمنا على كتير من اللاعبين اللي كانت غايبه خلال الفتره الماضيه، ايضا انضمام اللاعبين والصفقات الجديده. مستر بيتسو موسيماني اعلن قائمه بتضم 22 لاعب: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، محمود وحيد، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، بدر بنون، العربي بدر، عمرو السليه، حمدي فتحي، اكرم توفيق، ناصر ماهر، جيرالدو، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، مروان محسن، وصلاح محسن، ومحمود كهربا. قائمه بتضم 22 لاعب. زي ما قلنا خلاص صلاح محسن موجود، يعني من الحاجات المهمه جدا يا ساره ان النهارده طاهر محمد طاهر بيشارك في التقسيمه وبيشارك في المران بصوره اكثر من رائعه. طاهر محمد طاهر انا بقى يعني من خلالك ومن خلال احمد باكد على جاهزيه طاهر محمد طاهر لمباراه الاتحاد في الدور نصف النهائي. ايضا مشاركه صلاح محسن النهارده شارك في المران بالكامل. ايضا بدر بنون اللي اعتقد هيبقى صفقه قويه جدا ومهمه جدا للنادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم بقى على الكشف على فيروس كورونا. انا عرفت طبعا من كلامك ان وليد الحمد لله عينته بقت سلبيه وبالتالي هينضم للفريق، بقيه اللعيبه اخبارهم ايه؟ وخصوصا كمان تطمني على ديانج، اليو ديانج. بطمنك يا احمد على اليو ديانج ووليد سليمان، خلاص يعني ان شاء الله عقب مباراه الاتحاد هيكونوا متواجدين مع النادي الاهلي، عقب يعني ثبات سلبيه اللاعبين هيكونوا موجودين مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله. نتجاوز مباراه الاتحاد، عندنا مباراه الدور للنهائي ان شاء الله، سواء هتكون امام فريق نادي الزمالك او نادي طلائع الجيش، ثم مباراه السوبر. ايضا من النقاط المهمه جدا برضو اللي عايز يعني من خلالك برضو ان احنا نتكلم عنها، ان النادي الاهلي ارسل القائمه الخاصه بالفريق هذا للموسم القادم، وخلت القائمه من ثلاثه لاعبين هم احمد الشيخ وصالح جمعه واللاعب اليو باجي. من النقاط المهمة أيضا النهارده عقب المران مستر بيتسو موسيماني يعني إدى فقرة للاعبين للتدريب على ركلات الترجيح، تحسبا إن مباراة ممكن مع فريق الاتحاد، فريق من الفرق كويسة جدا ومعاه تيم محترم، تحسبا إن المباراة ممكن تروح بينا لركلات الجزاء، لكن تألق فيها جميع اللاعبين. يعني برضو مستر بيتسو موسيماني كان حريص إن هو يعني يدي فرصة ويجرب بعض اللاعبين، يعني جرب النهارده طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة، جرب محمود كهربا في مركز رأس الحربة، وأيضا
جرب طاير في الجناحين، ناصر ماهر جربه في مركز صانع الالعاب، يعني كلها اضافات يا احمد ان شاء الله هتكون لعيبه مؤثره واضافات قويه للنادي الاهلي. بمناسبه الكلام على يعني بما انك تتكلم على السكواد بتاع الاهلي، هل انت تتوقع من خلال متابعتك لتمرين النهارده فاروق انه تشكيل الاهلي بكره في ماتش الاتحاد هيختلف كتير على التشكيل اللي لعب ماتش نهائي افريقيا، ولا تتوقع ان مستر موسيماني هيحاول يثبت التشكيل؟ لا اعتقد هيبقى في اختلافات، وفي يعني اعتقد في اوراق هتظهر لاول مره، يعني في اوراق هتظهر لاول مره في تشكيل النادي الاهلي في مباراه الاتحاد، هتظهر لاول مره، يبقى ظهور رسمي اول ليها في مباراه الاتحاد. اكيد في بعض العناصر هتختلف عن المباراه الاخيره امام نادي الزمالك، لذلك مستر بيتسو موسيماني كان بيجرب اكثر من لاعب في اكثر من مركز، يعني النهارده بنشوف محمد عارف في مركز الظهير الايمن، ايضا كان عربي بدر في مركز الظهير الايمن، صانع الالعاب ناصر ماهر ومحمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر ومروان محسن وصلاح محسن ومحمود كهربا كان بالتناوب بيجربوا في مركز راس الحربه. اعتقد يا احمد ان التشكيل بنسبه كبيره يعني ان شاء الله هيشهد وجود او ظهور وجوه جديده ان شاء الله في اول ظهور رسمي ليها مع النادي الاهلي. ومن النقاط المهمه اللي يعني برضو حابب ان انا اتكلم عليها حاله الانسجام اللي واضحه على بدر بنون وطاهر محمد طاهر، سواء يعني انا مش هتكلم على ناصر ماهر او اكرم توفيق او صلاح محسن لانهم يعني متواجدين من قبل مع النادي الاهلي، لكن انا بتكلم بالتحديد على بدر بنون وبتكلم على طاهر محمد طاهر. الانسجام اللي واضح عليهم في الملعب وتعامل لاعبي النادي الاهلي دايما اللي احنا بنقول عليه النادي الاهلي، اي لاعب بيدخل النادي الاهلي ما تحسوش غريب عن النادي الاهلي ولا تحس ان هو غريب عن ملعب التتش. بدر بنون وانسجامه سواء مع ايمن اشرف سواء مع ياسر ابراهيم سواء مع رامي ربيعه، ايضا طاهر محمد طاهر وانسجامه مع ناصر ماهر مع قفشه مع حسين الشحات مع كهربا، كلها امور ان شاء الله هتنبئ وان شاء الله نطمن جماهير النادي الاهلي انهم هيكونوا يعني صفقات واضافات قويه جدا لفريق النادي الاهلي. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي استعدادا لمباراه الاتحاد.